امال فين ايمان؟ احنا كنا عايزين نعزيها. تعبانة قوي، مش قادرة تخرج من اوضتها. ربنا يصبرها، الصدمة كانت كبيرة. الله يرحمك يا رب ويصبرك يا ايمان يا بنتي. ليه كده يا معتز؟ ليه؟ سبتنا انا وملك لمين؟ هنعمل ايه من غيرك؟ روحي بتتسحب مني، عايزه اشوفك تاني، عايزه احضنك، عايزه اشتكي لك منك. بحبك قوي يا معتز، توحشني قوي. الله يرحمك يا حبيبي. مش كده، قومي يا حبيبتي، الناس عايزين يعزوكي بره. مش عايزه يا بابا، مش عايزه اشوفها. بوس ايدك، والله ما قادره يا بابا. والنبي يا بابا، والنبي يا بابا. قال لله يا فندم. حياتك البائس. نقيب محمد الهلالي يا اخويا. بقى في حياتك يا فندم. حياتك البائس، اتفضل. يا ترى نقدر نعزي مدام ايمان؟ ايمان منهاره من ساعه اللي حصل، قافله عليها اوضتها ومش بتطلع خالص. خدت حقنه مهدئه ومفيش فايده. كل ما ادخل عليها الاقيها ماسكه صورته وبتكلمه. ربنا يصبرك ايمان. ربنا صبرنا كلنا. هي دي بنت معتز مش كده؟ ايوه، اتيتمت بدري. انا اسف، والله العظيم اسف، مع اني عارف يا بنتي ان اسف مش هيفيدك. متاكد انك لما تكبري وتعرفي ان انا كنت السبب في حرمانك من ابوكي هتلعنيني الف مره. مش بقيت تفكري تقتليني، وهيبقى عندك حق، نستاهل اكتر من كده. حسام، حسام نقول يلا بينا، يلا يلا. معلش انا اسف يا فندم، ويا ريت تنقلي تعزينا لمدام ايمان. معلش الباقي في حياتك مره تانيه. شكرا. المعتز ومنيره فين يا عفيفة؟ انا اقول لك انا يا حاج، اصل بصراحه بقى معتز كده جم امبارح بالليل يا حاج عشان يطمنوا عليك، بس انت كنت نايم. وبعدين يا حاج ما انت عارف شغلهم بيبقى الصبح. يعني هم بخير؟ اطمن بخير، المهم انت تطلع لنا بالسلام. طب انا هطلع من هنا امتى بقى؟ منير بيقول الدكتور طمنه، بيقول احتمال تطلع بكره. منير ما تجيبليش سيرته، ياريتني ما خلفته ولا شفته ولا عرفته. الواحد لو كان ربى كلب كان طمر فيه. ايه ده يا حسام؟ ايه ده يا حبيبي؟ ما تعملش في نفسك كده، العمار بيد الله ومعتز عمره انتهى لحد كده. انا اللي قتلته يا ماما. ما تقولش كده يا حبيبي، قتلته ازاي بس؟ أنا لا بخرف ولا بقول كلام فاضي. معتز حاول يمنعني من قتل منصور البطاش،
زقيته بعيد عني وقع من على الجبل مات، يعني قتلته ورملت مراته ويتمت بنته. بس اكيد ما تقصدش يا حسام، اكيد النتيجة واحدة، مات مات. يا ابني يا حبيبي، ربنا رب قلوب، ربنا رب نيات، وبين عارف نيتك كويس قوي. وبعدين معتز ده مش كان صاحبك وحبيبك؟ يعني اكيد ربنا هيسامحك. ليه يا رب كده؟ استغفر الله العظيم يا رب. اللهم الاعتراض، اللهم الاعتراض. سلمى راحت هي واللي في بطنها بسببي، ومعتز صاحبي واخويا راح برضه بسببي. اهدى حبيبي اهدى. ليه؟ اهدى حبيبي. ليه؟ اهدى حبيبي اهدى. اهدى ما تعملش في نفسك كده، اهدى. اهدى ازاي بس يا عم؟ الله يرحمك يا معتز. الله يرحمك. لا ارحم وارحمنا جميعا. لا 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 لا، ما تعملش في نفسك كده يا حسين عشان خاطري. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، ما تعملش في نفسك كده بقى، ما تعملش في نفسك كده، ما تعملش في نفسك كده يا حبيبي. هتجنن يا امي. معلش يا حبيبي معلش. تعالي تعالي. ايمان عامله ايه دلوقتي يا ماما؟ ايمان تعبانه قوي يا عمر، صعبان علي، الصدمه مخليها منهاره. طب انا هقوم البس واجيلكوا حالا. لا اوعى تيجي، ما تسيبش البيت للبت الرقاصه اللي هناك دي، لا تغير الكالون تستولى على الشقه واحنا ناقصين. حاضر يا ماما، خلي بالك من نفسك ومن ايمان لغايه ما نتقابل. باي. جوز اختك مات، احنا بقى قاعدين هنا بنهبب ايه؟ مش المفروض نبقى جنبها في ظروف زي دي ونعزيها؟ ايمان تعبانه قوي يا لولا، شكلنا كده هنأجل العزا كام يوم لغايه ما تقوم بالسلامه. ان شاء الله تقوم بالسلامة. واحد اتنين تلاتة. ايوه بس كده في وش الباب، وممكن ياخدوا رطوبي ويستهوا. خلينا هناك كده. سبعة آلاف سبعمية اتنين وستين وربع، فاضل لنا كام كده على 20,000 كده؟ يبقى فاضل كام يد يا ابو الكوامل؟ كده يبقى فاضل 12,238 الا ربع. هانت والله هانت وبانت يد يا ابو الكوامل. بكره يكملوا 20,000 وتروح ايطاليا بقى وتتمتع، بدل ماني قاعد متعاص وعايش في الجل الكبيره دي. والنبي انا خساره في البلد، بس انا لازم اوفر كل قرش اتحصل عليه حتى لو حموت من الجوع. ايوه بس انا جعان. حلو الارنب دي، تعالى يا ولي ريجي جري عليك. طب اكله ولا بيعه؟ وانا هتحير ليه؟ انا اكل واحد وابيع واحد. ما تبصليش كده اهو، انا مش بزركوا، انا باخد حقي من اخويا طاهر الاكلتي. العمر الطويل لك يا دياب. ثانكس. تلمي هاوز مستر البير. مستر البير بده يطمن عنك ويعرف شو اخبارك. طمنيه وقولي له الموج عالي شويه هاليومين. والحكم اللي عليك كيف رح تتصرف فيه؟ اطمني وخلي مستر البير يطمن كمان، وقولي له دياب بد منصور البطاش ما يتكسرش واصل. اوكي دياب، بكفي اني اطمنت عليك. اوكي، كيف ان تاتش. باي يا ديدي، باي.
بحس انه دياب رح يبلش يشتغل معنا قريبا. وحكم الاعدام اللي عليه شو رح يعمل فيه؟ اكيد رجال اللي عم يشتغل معنا عم يشتغلوا له على الموضوع. وافترضي ما زبطت الامور مثل ما هن بدهن، انت عارفه انه هو بيعرف كل شيء عنا، وبالتحقيق الكلام بجر كلام. يعني بالنهايه الشيطان اللي بتعرفه احسن من الشيطان اللي بتجهله. خلينا نعطيه فرصه تانية، بالنهايه ما عنا غيره بمصر. على كل حال خليكي جاهزه بالبلان بي، لربما ما زبطت الامور. فهمتم ولا قول تاني؟ انا رايي تقول تاني. اول هام الفلوس يا طاهر، اعتبروا حصل يا سيد الناس. ثاني هام الكلام اللي حيتقال للرجال قبل التحقيق يا وهدان. حفظته زي اسمي. بس انت ليه عايز تعمل في الضابط كده؟ ما نطخه ونخلص. هنطخوه بس من اول لازم نجيبه من اخير الارض، ونبوظ سمعته اللي عملها على قفانه، ونمرمغوها في الطين، وبعد كده حنطخوه. انا وسلمى الله يرحمها مش مجرد اتنين عرفوا بعض واتجوزوا، بنتكم كانت حلم حلمت بيه من زمان، ومن اول مره شفتها عرفت ان احنا هنبقى لبعض. سلمى، سلمى كانت قلبي اللي بيدق عشان اعرف اعيش. ممكن اعرف انت جاي ليه؟ انا جاي ليه؟ جاي عشان اصحح سوء ظنكم بيا، وعرفكم بنتكم كانت بالنسبه لي ايه، لان واضح ان انتوا مش عارفين. وهيفيد بايه؟ سلمى راحت خلاص، وكلامك ده مش هيرجعها في وسطنا من تاني. حرام عليك يا ساهر، حرام عليكم كلكم تظلموني يا اختي. انا اكتر واحد مضروب بفراق سلمى اكتر منكم. انت بتقول ايه يا استاذ؟ دي بنتنا. انتوا زعلانين على بنتكم اللي اتربت وسطكم، انا بقى مقهور. حضرتك فاهمه يعني ايه مقهور؟ مقهور على حياتي، على بكره اللي حلمت بيه معاها ومش هيكمل. انتوا راح منكم ماضي، انا عمري كله راح. ما تتقهرش قوي كده، بكره تنساها وتتجوز غيرها وتعيش عمرك اللي انت خايف تتحرم منه. ممكن اعرف حضرتك شايفاني ازاي؟ انا بني ادم بحس، عندي مشاعر. اللي راحت دي تبقى مراتي، حبيبتي. مشير الايام تنسيها لك يا ابني وتحب واحده تانيه، وعلى راي الآل الحي ابا من الميت. سلمى ما ماتتش يا عمي، سلمى عايشه جوايا ومعايا. لما بنام بحلم بيها، بسمع صوتها، بشم ريحتها،